فاستكثروا من الصلاة والسلام على النبي. لا أعظم لتفريج الكروبات ولا لدفع الملمات ولا لشرح الصدر ولا لإزالة الغم ولا لإزالة الهم ولا لإزالة البلاء ولا لدفع الشر ولا لجلب الرزق، لا أعظم من ورد الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تحتاج إلى شيخ ولا تحتاج إلى طريقة ولا تحتاج إلى إجازة ولا تحتاج إلى كيفية، بل إن الله تعالى أجاز الكون كله فيها، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما يبقى بعد أمر الله أمر، وما يبقى بعد إجازة الله إجازة، وما يبقى بعد إذن الله إذن. فالصلاة على النبي ما تحتاج إلى إذن ولا إلى إجازة ولا إلى شيخ ولا إلى طريقة ولا إلى كيفية، بل إن الإنسان يقبل عليها كيفما اتفق ويستمسك بها بكل قواه، ويجعل له منها ورد في ليله وصبحه وفي كل أوقاته ليقبل على الله سبحانه وتعالى.